يا سناء وسالم، اليوم ديروا بالكم تطلعون برا البيت، نهائيا لا تقربون يم الشارع، فاهمين؟ ليش يما؟ شنو صاير؟ عشان في كلب برا بفريجنا، هو منحاش وكلب متوحش وايد ويعض اي احد يشوفه بالشارع، فاهمين يا سناء وسالم ولا لا؟ ايوه فاهمين. انزين عيل، انا نازل المطبخ تحت بسويكم غدا، وسمعوا الكلام نفس ما قلت لكم. الله يما انا يعان، تكفين يما سوي لي مجبوس لحم. سالم انت دايما كذي، بس تفكر ببطنك، فكر بالكلب اللي امي تقول عنه. يا سناء انت وايد نكديه وتلوعين الكلب، يعني انا شو اسوي فيه مثلا؟ سالم ايش رايك نلعب ويا بعض؟ ها زين، بس لعبة شنو؟ لعبة الاغاني، انا اغني وانت تغني بعد، ونشوف من اكثر واحد حافظ الاغنية، والفايز يطلب اللي يبي. سناء انتي شايفة صوتي؟ انا زين اصرف نفس الناس، تبين الحين اغني؟ لا 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 لا، غير اللعبة انا اقول وايد احسن. زين سالم خلاص، شنو نلعب لعبة ثانية؟ يعني مثلا نسوي تحدي، راح تطلعين برا توقفين عند باب الشارع، اول ما تشوفين الكلب راح تنحاشين منه، وبكذي راح تكونين فايزة وتختارين مني اي شي تبينه. صراحة سالم التحدي وايد صعب، بس انا قده وراح اسوي، وان شاء الله افوز عليك. سالم ايش رايك؟ انا شجاعة ولا مو شجاعة؟ شجاعة فعليك، ما شاء الله شاطرة، طلعتي ما تخافين. انا اصلا بعد الشارع فاضي وما في ولا اي احد، والجو وايد حلو. خلاص عيل سناء، دام تقولين كذي انا بعد راح انزل معاك. صدقين سناء، زي سويتي وخليتك تطلعين برا، الجو حتى حلو والشارع فاضي بعد، ما في كلاب ولا شيء نفس ما قالت امي. سالم سالم شوف شنو جاي من بعيد، سالم طلع بسرعة. اوف اوف سناء سناء، شوف شنو جاينا، يا ربي ايش راح نسوي الحين؟ ايش راح نسوي يعني سالم؟ راح ندش البيت بسرعة قبل لا امي تشوفنا، او قبل لا الكلب يعرفنا. بس سناء شوفه يوه شلون قاعد يركض، اكيد راح يجينا بسرعة، ما راح نلحق ندش داخل البيت. ام بيت سالم، الحمد لله اننا قدرنا ندش البيت، انا وايد خايفة من الكلب، الحمد لله انه ما عضنا. هيا لما طلع معاها حق، طلع فيه كلب صدي منحاش برا، وبعد شكله متوحش ومفترس وايد، اشوي قدرنا ندخل البيت من قيمة عضنا الكلب. هيا سالم لازم من اليوم ورايح نسمع كلام امي، واي شي تقوله لنا لازم نصدقها وما نسوي عكسه ابدا، عشان ما يصير لنا نفس ما صار اليوم. وبشذي حلقة اليوم خلصت، نشوفكم ان شاء الله بحلقة ثانية. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، واهم شي بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.